شي اي واحد ما يبغيش يعيش هادشي اللي هادشي اللي كتعيا دوز منو انت قلتي عندك معايا ثلاثه الدراري لا حول ولا قوه الا بالله العظيم شو دابا هاد العيد كي غيدوز عندك حاضر تيسي مشاهدي شوف تي في اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء كيف ما كتبعوا معنا في هذه اللحظات قصه بكل صراحه غتالم كل واحد غادي يشوفها وغادي يتفرج فيها قصه ديال السيد سي حسن اللي ماشي سهله ماشي اي راجل يقدر انه يعيش هذا الشيء ماشي اي راجل غيبغي يشوف راسو في هذا الموقف هذا حسن اللي كي من مدينه سطات وكيجي حتى لكازا كيخدم يعني على رزقه وعلى رزق وليداته من بني مسكين بالضبط حسن اللي مزوج مده الزواج 19 سنه يعني مده ماشي سهله والزواج كنعرفوا 10 والزواج الحلال واللي هرب الزواج هرب الطاعه ولكن في الاخير 19 سنه ديال الزواج كلها ضاعت بافعال وتصرفات الزوجه ديالو الافعال بدات انه هو كيجي حتى لمدينه الدار البيضاء باش يخدم يعني كيبقى هنا في كازا شهر شهر ونص عاد كيمشي يشوف وليداتو يدي لهم القوت اليومي كيصيفط لهم الخصوم المهم على الاقل مكافح مع الحياه نهار غادي يمشي غيمشي لدارو على غفله غيحصل الزوجه ديالو والاخ ديالو فراش واحد واللي هو فراشه وفي بيت الزوجيه ديالو طبعا الحال الاخ ديالو هرب وهو انفعال ودخل وجات الام ديالو نتوما عارفين العائله بغاو يستروا الامور وطلع ود الناس قال مرتي وموت ولادي سكت هذيك السكته اللي سكت وجا مرض فيها بعد منا بمده للاسف غيتفاجئ ان الزوجه ديالو مره اخرى كتخونه مع ولد خالتها هاد المره ماشي اخوها فبكل صراحه هادشي صعيب وشي خلاه اليوم انه يشك حتى البنيات اللي عنده معاها انهم ماشي بناتو وبغى يدير لاديان بغى يدير التحليله باش يعرف دوك البنات واش بناتو ولا لا فالحدود الساعه مازال كيعاني شو شحال من ورقه شحال من شكايه عنده ومازال ما خداش حقه ومازال ما وصلش ليه ومازال ما تاكدش دوك البنات واش بناتو ولا لا هاك اخويا حسن اول حاجه نقول لك الله يحسن عوانك امين يا رب العالمين ماشي سهله عاود لي من الاول شويه عليك كيفاش مشيتي كيفاش شكيتي كيفاش لقيتي داك الشيء السلام عليكم معكم مرضي حسن من اقليم سطات دوار لساسفه دائره البروج قياده السبت ولاد فريحه انا حصلت المراه ديالي كتخوني مع الاخ ديالي هادي اللي بغيتك كيفاش مشيتي انت على غفله ما علمتيها ما والو شكيتي واش شي حاجه جاتك ماشي جايه ما كنتش انا ما كنتش ضان انا داك الشيء كاع كامل انا ما كنتش حاسب كاع داك الشيء غادي يكون انا دابا ماشي انا ديك الوقت اللي حصلت مع الاخ ديالي انا راه كاين تما في العروبيه انا كنت خارج دخلت لواحد المحل بحال ما هكا داخل حتى كنجي ندخل البيت الاخر تلقيتهم فيه مع على غفله ماشي انا ما فراسيش انا تبهت كون كنت انا عارفها بالله راه كتخوني مع الاخ ديالي راه نقدر ديك الساعه راني مشيت للحبس نقدر غادي نقتلها ولا المهم غادي تكون شي حاجه دخلتي وشحيتهم بالجالسين مجمعين ولا شنو لا دايرين ما بعدياتهم حيدين حوايجهم المهم سميتو انا غادي نكذب عليهم حتى شوف الحاله ديالي كي رجعت هذاك الشيء باش غادي حيت زعما دخلتي واش تقدر تكون لقيتهم جالسين كيهضروا واش لقيتي ديك الساعه هما ناعسين حتى لا دايرين ما بعدياتهم دايرين ما بعدياتهم انا معاه دارك عرفتي ما فراسي ما نعاود انا دخلت ناض هو هرب خرج من تحت شديتها هي مصدوم انا فهمتيني هذاك الشيء شديتها ضربتها بحال ما هكايا عاد ضيعه في المراح جات مع الوالده وداك الشيء عقبنا طمينا داك الشيء ما خليناش هذاك الشيء عدينا ديك الساعه عندي جبنيات توميات معوقات راه كلشي كيعرفهم يلا تزادوا تقريبا عندهم واحد العامين ولا هذاك يا راه دابا الدريات راه معوقه الدريه راه وصلت 16 سنه وما كتمشيش ولكن ديك الوقيته زعما دخلتي انت لقيتيهم بجوجهم عريانين في بيت واحد شنو اللي خلاك تسمح؟ على حساب دوك الوليدات وما كديتش انا نشتت هذوك الوليدات ومراضات والوالده وداك الشيء وما بغاش حس يسمعوا لي شي واحد اخر طلبت منك السماحه طالبت مني السماحه وما عمرو يكون هذاك الشيء ما عمرو هذاك الشيء الا تلس نقول لك تقريبا 2007 فاش وقع لي انا الشيء مع الاخ ديالي دابا ملي ولد الدريات كدور في المراح وكتقول لي ديما راه الوالده هادشي راه عالم عليه كلشي عالم عليه كتقول لي الدريات ما يشبهوش لك سبحان الله ديما وكنقول له كيفاش هذا ما يشبهوش ليا ولا قبل ما تحصلها هادي لا حتى حصلتها صافي الدريات راهم كيشبهوا لخويا الدريات راه بنات خويا الدريات راه بنات خويا هما راهم عارفين هما دوك الدريات عارفين هما روسهم راهم بنات خويا فهمتي كتشوف الشبه ماشي لك
الشابه ديال خويا وهما قايله لامهم دابا اش كانت دير. انا دابا انا مريح في المحل وكتجي تصيفطهم ليا وكتقول لي كون تفرقتي مع ماما كيجيو عندي هما، وهذا ميساج بغيت نوصلو ليهم هما راه مدا البناتي هما راه دابا راه عندهم غادي يطلعوا في 16 سنه، بغيتهم يسولوا واش كاينين شي دريات كيقولوا لباهم بحال ما كون تفرقت يا بابا مع ماما هي اللي كتصيفطهم، فهمتي؟ هما خاصهم يراجعوا هذه الكلمه في راسهم. واللي مشاو للمحكمه شهدوا فيا قالوا راه ما مهلش فينا وراه كيكرفسنا راهم عاد يعرفوا حتى حاجه ما كتخازن عليهم. كانت حفانه وكاسيم هما احسن من ولاد الدوار كاملين. وانا بغيت علاش انا القاضي بغيت هذه الكلمه اللي قال لي اسكت لا غادي نهبطك، انا بغيتو يسيد عليا الناس، كاينين الناس انا الناس ساكنين معايا، هذوك الدريات انا كنت فاتح لهم حانوت اللي بغاو ياخذوها ما عمري مخسر لهم. ماشي مهلش شهدوا فيك ماشي مشاو للمحكمة شهدوا فيا باطل، جابوهم ممثلين وشهدوا فيا باطل. عيب يعني تشوف بنات كيشهدوا ما علينا. المرة الثانية واخا نسمح لي نسولك حاجة، ديك الساعة أنت حصلتي طرا اللي طرا سامحتو رجعت العلاقة الزوجية كيف ما كانت؟ رجعت واخا رجعت بقات معاه علاش؟ لا أنت مع مرتك رجعتو كيف ما كنتو قبل؟ واخا رجعنا كيما كنا أنا بقيت مغير لداخل صابر على حساب هذوك الوليدات، ولكن هي بقات كتعاود فيها معاه باش عرفتها كتعاود معاه. الوقت اللي كتجي تنعس معايا أنا كنعرفها يلاه ناعسه معاه كينوض الغوت كتجي مشي عند والدي الوالده طيرت عليها الحياه باش كتعرفها زعما واش كتكون قيوصه ولا شنو؟ اه مرات نعس معاك ناعسه مع واحد راه غاتعرفها، وحنا كاع رجال وعيبنا واحد لا قالت شي حاجه لا لا تجي دير معايا التحاليل وتعرفوا مولاد من سمعتي؟ ديك الساعه انت فاش كتعاقبها اش كتقول لها؟ كنقول لها يلاه ناعسه كتهز المقراج تمشي تسخن الموت مشي حاشاك غادي للتواليت توضى هادشي راه في راس مي مي راه في عمرها 80 سنه اللي بغات تكذب حتى هي الشرع عالم عليهم مي الشرع كنوضو تعقب مي تقول يصبر اصبر اصبر دابا ان شاء الله دابا ان شاء الله يفرج الله دابا ان شاء الله يحصلها دابا الله يحصلها الا تا حصلت دابا. دابا انا بغيت انا بغيت لي ساسفه دوارنا حنا ما بغيتش انا المغرب ولا العالم، انا بغيت لي ساسفه ديالنا ولاد سالم ديالهم الحساسبه ديالهم لا كانوا هذوك الدريات بناتي تجي دير معايا التحاليل انا نخلص التحاليل ونخلص لي الطونوبيل اللي دي الدراري واي واحد تشقى معايا نخلص لي الاجا هذاك ونعطيهم السير ديالهم. من حد ما دايرش التحاليل راه ما تشدش ريال، وهذه مؤخرا بغيت نصلح مع الجره دابا هذه مؤخرا بغيت نصلح مع الجره دخلوا الناس وداك الشيء وبغيت نصلح مع الجره. صحيح اش بغيت نصلح؟ انا خدمت مع ذاك السيد الكلاوي محمد راه كيدوز في دوزان كيدوز نهار الجمعه طبيب نفساني قال شوف غادي تمشي تهز لي 60 فرانك ولا 70 فرانك بحال مصدقه عليهم وعطيه واحد 100,000 وانت ما تشوفهم ما والو وبحال راه عندك الاجر. قلت لي صافي ماشي مشكل صيفط الناس من اللي ما تقادش معاهم قالت لي شوف تيك حصلتيني بحال مكر ما نكذبش عليها وراه عيد كبير هذا داخل راه عواشر هذه. قالت لي انت حصلتيني ومشيت للمخزن صورتي قالت لي الخيل في الخيل الخيل في المخير هذاك ركب عليه هذه راه قالتها لي مؤخرا. دابا نمشي معك الهضره الاولى بلاتي قبل طرات المشكل ديال خوك حليته هادي وسترتيها وسكتتي ولا وانت قلتي لي مرتك صحتي طاحت كيفاش حصلتيها مع ولد خالتها؟ ولد خالتها جا خدم معايا ولد خالتها ملي جا خدم معايا كيعاود ليا كيعاود لي على زعما شي وحده مصاحب معاه هو وراه كيعاود لي على محالي هو بعيد مني كيعاود لي على محالي شي حاجه في المثل شي حاجه انا خازنها كاع كيلوح عليا يقول لي يا راجل راه خازن البلاصه فيا حتى من الدراري قال لي راه يضرب لي يضرب لي متاعي في تماره ذوك الدراري كاع ما ولادو راه ما نكذبش عليه راه واش راه كيحشي لك الهضره. المهم الهضره اللي قال لي راه على محالي وعلى ولادي حتى من كنهضر معاه في التليفون كنقول له كاين شي ضجيج كيدير الاحوال الجويه كيدور يقول لي وراه عندي النمره ديال الحاله الجويه وراه عندي النمره ديال الحاله الطقس شي حاجه في محالي وبين مرتك هو عارفه. المهم خوتي انا تمايا ولا الوالده شي حاجه في محالي ما عارفهاش هو قال لي اللي عليها نطلي بالليل قلت لي الليله غتمشي في حالك لا غادي تطلع شي حاجه خايبه صافي زاد بحالو كنا هنا في المعارف. الوقت ما تسرطيش ليا هاد الاخر هوت عاودت ليها لافير قلت لها ولد خالتك راه كاين وكاين قالت لي لا ما عمر هذاك دوزت لي دوزت لي النمره فيه قال لي هضرت معاه درت لها التليفون ديال الوالده هضرت معاه قال لها قالت لي قلتي لي راه كاين وكاين قال لها قلتها ها رايك هذا الشيء راه الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه صافي قلت شديت لها التليفون قالت لي اتصل ونوضوا ندعي ونوضوا نديروا لي قلت لها صافي ماشي مشكل الغد الاخر هزت والده وهربت راه باقي راه باقي المحالي باقي ما كاينش شي مرة تهرب من المحال والمخير فيهم المخير جيراننا اللي عمره جا فك من يده وقال لك كيتكرفس عليها يجي يوقف يقول يشد فيا يقول لي راه كان كيتكرفس عليها انا كنت مهلي فيهم واخا واقع لي هذاك المشكل على حساب هذوك الوليدات عندي النفس ما بغيتش نضحك فيهم مالي ندوار فهمتي والاولى والاخر من هالشيء هذا ولا قالت ولادي يقسم لك بالله ما نسال فيهم حاجه ولا قالت ولادي
جي دير معايا التحاليل، وبغيت الحساسبه ولاد سالم يعرفوني انا ظالمها، وبغيت لي ساسفه يعرفوني انا ظالمها. علاش الا دابا تا سالت من اللي عرفتني انا صافي نفضتني المحكمه عاد تقول لي تعال نديروا لي التحاليل، قولي التحاليل من اللي كنا في المحكمه. واليوم دوار كل شيء ساق الاخبار، هذا الشيء العالم ساق الاخبار، هي عارفه ماشي ولادي، ما بغاش تطيح في هذاك. قالت 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 كان غنجي ندير التحاليل ونتابعك، بغيتك تتابعيني. تابعي اخر مره تلاقيتو ولا عيطت لك؟ نكمل ليك اخويا غنكمل. انا بغيت تتابعني، طلعوا ولادي وتتابعني ونبرد، فهمتيني، وتاخذ حقها. كي باغي ناخذ حقي انا توقف هي على حقها، ولا قالت ولادي جيت وقف على حقها، والتحاليل انا نخلصهم، وهي تا هي نخلص لها المركوب ديالها، واي شي واحد خدم معايا نخلص لي المركوب ديالها، سمعتي. ونعرف هذوك الدراري ولادي، علاش؟ حيت انا كنطلب الله يصبرني، ما درت حتى شي حاجه خايبه، ما بغيتهمش انا تنطيح في شي مشكله ويقولوا هذاك راه خلال عقلي. انا راه بعقلي، انا حاليا دابا باقي بعقلي كنطلب في حقي. انا بعيد ميلود عيطت في الشانطي، العيد ديال رمضان عيطت في الشانطي، العيد الكبير انا ثاني في الشانطي، ما نسمح لهم لا دنيا لا اخره. ما علينا، ملي هربت جيت درت شكايه، كان طالبي لادين، جات هي طلبت طلاق، طلقت. ملي طلقت بقيت انا كنجري في هذوك طلاق الشقاق؟ اييه. ملي طلقت هي تبعت هذيك الشكايه ديالي، ما كاين منه والو، عقبت عاودت وحده اخرى. ملي عاودت وحده اخرى ثاني درت المحامي، ملي درت المحامي هذاك المحامي عاد من الطرف ديالهم كيكتب ليا الدوسي سير في البراج، نمشي كنمشي للعد ديال البراج، ما عندناش الدوسي ديالك، سير للعد ديال البروج، ما عندي ما عندناش الدوسي، سير انا رجع للسطات، سير للعد ديال العلوان، ما كاينش الدوسي، سير ديال ميمونه، ما كاينش الدوسي، ورا الدوسي عند صحاب بيجي اللي كاين في السطات. ما علينا، بقيت هكاك تعيط باش نعيا، قالوا لي راه باش يعيا، هادشي راه عندي النيمو سميتو كلشي عندك نيميرو الدوسي ديال الدوسي باش كيعطيني هو، راه كذوب هذاك الشيء. ملي اتصاب ديال من العاد هذوك من الوقت عيطوا عليا، قالوا لي هادو ديال صحاب الصاد، قال حنا راه غاديين للدري، حنا فتنا قيسر، حنا غاديين لعاد السيد. الوقت اللي مشاو ليه داس مارت يومين عيطوا عليا، ما جابوش الدري، جابوها هي وجابوا عيطوا عليا انا. هو ما جابوش، جيت تقابلت انا وياه، يلا وقفت معاه في عند صحاب بيجي، يلا وقفت بديت هاضر معاه. قلت لي راه حصلت مع خويا كذا هذيك، وتقعد معايا بطرشه قدام الجندارم. علاش اللي ما تخدش لي حقي على ديك الضربه اللي تضربت قدامهم؟ واش انا راجل؟ ضربتني قدامهم، وكاينين جوج بنات لجندارم كاينه تما، الا بغيتي نعطيك تسمياتهم نعطيك لجندارم تسمياتهم، وكاينين شي ثلاثه لجندارم تطرشت قدامهم، وجمعوا الدوسي هذيك الساعه وخرجوها هي وخرجونا، داونا لعند الوكيل العام. انا مشينا عند الوكيل العام، دخلنا جايبه مع الدريات، لحقوا الدريات قالوا لي شهدوا فيا، قال لي هذا راه باغي يقتلنا، راه جابد علينا جنويه. انا بغيت يحقق معايا، واش انا عمري جبت عليهم جنويه؟ واش هذوك الدراري عمري نهتهم؟ هذوك الدراري كنهود نديهم معايا للسوق، نديهم معايا للقهوه، خاصهم يسوقوا الناس، يبيحتوا الناس. انا قالت لي راه مسخوط الوالدين، نعطيك اخويا النمره ديالي وعيط على الوالد وتهضر معك، شنو غتقول لي؟ قالت لي ما ذاك راه خلال عقلي، انت دخلتوا عندي للشانطي اخويا باترون، هو مخليني انا ساكن في الموبل، نعطيك باترونات عيط عليهم، نعطيك انا بغيتك تدوز لي ناس، نعطيك شلوح ونعطيك عبده ونعطيك شياد، ما نعطيك اي واحد، ضروري تدوز لي النمرات. ولا قال لك واحد هذاك السيد راه ما مزيانش تاخذ حقه، ما ندير لا تحاليل لا لا قالوا لك هذاك السيد راه ما مزيانش وراها كاين وكاين، تابعني ما ندير لا تحاليل لا والو، تابعني. عيت يا حسن؟ ماشي عيت، تسخسخت في صحتي وتسخسخت في يدك، وباقي الحال ينصاب. انا ما قدرت ننتقم من حتى شي واحد، انا بغيت نموت ونبقى انا تابع، ماشي هما يتبعوني، فهمتيني. انا في شحال من واحد كيقول لي احسن العون ديالك حسن، احسن عونك، شحال من واحد كنحكي اي واحد ريحت معاه كنحكي لي الظروف ديالي باش نبرد، اي واحد حكي ريحت معاه كنحكي لي الظروف ديالي. ما علينا، ملي عاودت الشكايه الثانيه وجيت تقابلت عند وكيل العام، وجاو شادوا فيا الدريات، قال الوكيل العام قال شوف ولدي راه غادير التحاليل، راه غاديرهم في سيدي معروف، في هنا سيدي عثمان، والدوسي ديال هذا السيد غتردوا للعدل ديال الاسره، هضر مع المحامي. من تما ما بقيتش شت ديال الاسره، ما بقيتش حتى شي حاجه. اش داير؟ هذوك اللي سميتو عطاني هادي، قال لي راه خرج لك التحاليل، عطاني هادي قال لي راه خرج لك التحاليل في الدار البيضاء، شوف واش فيها اخويا، ما فيها حتى شي حاجه، حتى فيها 20 درهم اللي كاتبين فيها. قال لي سير راه غادي راه التحاليل ديالك خرجوا في الدار البيضاء في انفا. جيت ثاني للمحكمه ديال انفا، يكونوا بوليس ديال انفا غادي يكونوا يسمعوا فيا وغادي يعرفوني. ودخلوا معايا مساكن، وقال لي الشهاد قبل دخلوا معايا، وجاي معايا الشكايه، راني وريتك الشكايه،
الوقت اللي جيت معايا الشيكي قال لي عرفتي اش غدير الشيكي راه ترك محسوب على التراب ديال الصاف هادشي راه ما عندناش حنايا هادشي هذا سير غتمشي للصاف ملي كنعيط للمحامي قال لي لا سير ديال عين السبع كنمشي للعين ديال عين السبع ملي كنمشي نمشي للمحكمه ديال عين السبع كنقول له ودي السيد راه ما كاينش هذا كنهضر مع المحامي كنقول له هادشي اللي هذاك راه ما كاينش عندنا كيقول سير للمحكمه ديال الاسره اسمع اخويا كنمشي للمحكمه ديال الاسره ما كاين والو قال لي تعال تعال رجع 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 راه هما خرجوا ملي كنا في الستار الوقت اللي مشيت شدوني قال لي راه عندك النفاقه راه ترى وشير شي خرج انا ديما معاهم في المحكمه ما كنحيش راه كلشي الناس كيعرفوني تما يعني صافي من تما من تما من الوقت اللي شدوني داوني الوقت اللي داوني قال لي غتخلص النفقه قلت له ودي انا راه كنطالب بالتحاليل ديالي وداك الشيء قال لك ودي غتخلصنا غنوقفوا معاك غتخلص هذه النفقه ومن بعد غادي دير التحاليل ما علي انا مشيت خلصت هذيك النفقه ما كاين لا التحاليل لا حتى شي حاجه مشيت درت شي كيه اخرى مشيت خلصت عليها في البوسطه في الصلاه دفعت الرباط ما كاين حتى شي حاجه منه عاودت واحده اخرى ثاني الوكيل العام ديال سميتو ديال الصلاه ثاني ما كاين حتى شي حاجه الوقت اللي تشديت على النفقه كنت خاصمت انا واحد الجدار من تمايا المهم اللي مشيت دعيتو درت لي التنازل هذاك هو الوقت اللي درت لي التنازل مشيت عند وكيل العام هذيك هي اللحظه اللي غندخل فيها عند وكيل العام على حساب الجندارم ملي مشيت عند وكيل العام هضر مع واحد الجدارم قال لي ودي هذا راه باغي يدير التحاليل وداك الشيء جابوا الدوسي ديالي قال لي غتمشي عند على قوة الله كبار غتمشي عند وكيل العام باش تعرفني انا ما كنكذبش راه ما نكذب على حتى شي واحد غتمشي عند وكيل الملك في الابتدائيه فعلا جيت عنده دخلت عنده قال لي شي انت ما غاديرش التحاليل طلع السماء تهود الارض تفارقع ما غاديرش التحاليل صافي خرجت في حالي مشيت ثاني اش درت؟ مشيت طلعت للديوان الملكي ديال الرباط الوقت اللي مشيت طلعت للديوان الملكي ديال في الرباط استقبلوني هذوك الناس المهم مشيت عندهم في رمضان الوقت اللي مشيت عندهم في رمضان وصلت معطل مع ديك الربعه قالوا لي ودي راه خرجوا سولني واحد البوليس كيف غتبات قلت له غنبات فاش الجرد حداكم هنايا الغد الاخر فعلا بت الصباح تني تما اللي جاو استقبلوني ريحت معاهم هضرت معاهم هذاك الشيء صيفطوني للنيابه العامه مشيت للنيابه العامه برجلي الشارع غتشوف راه كاين الوراق ديالو مشيت للنيابه العامه استقبلوني تا هما دفعت اليوم جيت دفعت واحد الوكيل العام في الصاف هذيك الساعتين هذوك هذيك النهار 1000 درهم في الرباط الوقت اللي جيت ثاني دفعت وحده تمايا زدت المحامي تا هو الفلوس المحامي داير معاه ب 30000 مكمل لي 68000 وعاد كيضحك عليا علاش حنت عاد معاهم هو معاهم هما ديك الخطه اللي غادي كيقول لي ديالهم هما راه غادي يعيا راه غادي يدير انا ما عيانش انا انا راه الناس تموت على ولادها ولا على بلادها واخا حسن نسوق غير هادشي كاع كامل سنوات وانت كتعاني مازال حتى الساعه من الله باقي الان كنعاني بصحتك الصحه ديالي دابت الصحه ديالي ما كاينش واحد يعيش بحالي لما سمحش لهذوك الناس اليوم دنيا وغدا اخره ولا الهضره اللي كنقول فيها غدا يوم القيامه الله سبحانه وتعالى نبغي نتكلم يقول يسكت الله سبحانه وتعالى يقول يسكت ظالم الحمد لله ما قاريش وكي راني كنتسنط وكنصلي وعارف وعندي قران راه فينا هو راه خويا القران راه كاين في الساك الله يرحم لك الوالدين ها هو كاين عندي تما في الساك سمعت يا خويا اصلا ما بغيت حتى واحد يوصل لهذا الشيء وصلتي لي شو دابا كتبكي علاش كتبكي حاج انا داز ولادي مراد عندي التوام ربعه عندي جوج في جوج وجوج الاولين معوقين وما عمري جيت وقفت في الشتي في طلبت كنت تسلف عليهم والناس كلشي والناس كلشي عامين على الشهاده انا ما جيتش كنطلب انا كنطلب في الحق ديالي الا كان ولادي انا نخلص لي الدوبل عاطي لي 25000 في النفقه والعالم كيسمح حاط لي 25000 في النفقه ونعطيهم 30000 يديروا لي التحاليل نعرفهم واش ولادي وبرد لي القلب ديالي هاد الناس باغيين قالوا لي سير قتل ونقتل نفس مشي مقلد بهم مشيت انا مدنب عباد الله أنا الناس كيعمروا لك راسك تلاقى مع هذا ومع هذا والثوار تاع الهضره وكلشي كيهضر دابا انت ما بقيتيش راضي واقيلا تمشي تم الثوار شنو هو هذا خويا؟ قران هذا انا بغيت ولاد سالم وبغيت لي ساسو يشوفوني كيقولوا حسن راه مدير واقسم لكم بالله الا كنقول في الحق وهذا القران بغيت يخرج ليا لا ديك السيده راني محصله وشايفه بعيني وهذيك هذاك الهضره اللي كنقول على الدراري والله ما زيد عليها كلمه اقسم لكم بالله اقسم لكم بالله الا كنقول في الحق انا بغيت انا كنطلب في صاحب الجلاله والاسره العلويه كامله يشوفوا فيا الا كنت ظالم هذيك الا كنت ظالم هذه المراه تاخذ حقها انا اللي كنت ظالمه تاخذ حقها انا بغيت يطلعوا ولادي وتنضعيني على شرافها وتاخذ حقها بغيتي تعرف ما واش ولادك وتفتح دار انا كنخدم في البيو خدام عليهم انا عندي النفيسه انا حتى كتشوف فيسه كان في الشانطي دابا هي عارفاني نخدم عليهم انا
ما كان مرضاش انا فهمتيني، انا خطتنا 10 ديال الطوبيس ما كركبش الطوبيس مشى على رجلي، وهاد المره حطتني في حال هذاك، انا بغيت ندير التحاليل ديالي، التحاليل ديالي هنا اش غادي يقول لي المحامي ولا الجندار، كيقول لي انت عندك باش تخلص التحاليل، حنت هاد الهضره ديالها خسرت معاه شي 3 الملايين ولا 4 صاحبي، دابا راني ميكت على تجمع الثاني راسي ليا، وانا راني ما مسامحش في حقي الا لمت، الا لمت تغدى يوم القيامه راه غادي ناخذ ثاني حقي، ومن الحد في الدنيا راني غادي. شوف اخويا كيقولوا ما مزيانش، امها كتجي تدوز عندي انا شهرين، كتقول لي عندها بنتها مشوكه في واحد البلاصه كيقول لها في ولاد فريحه، كتقول لي انا نرتاح من نفضل ما نمشيش لولاد فريحه ونجي نريح معاكم عندكم، كتريح عندي شهرين فهمتي. وملي وقع هذاك المشكل قالوا راه مسطي، ملي وقع هذاك المشكل هذيك الليله خيتها معيطه علي، معيطه عليا في التليفون حدايش، كتقول لها كتقول لها مسخوطه راه راك رجعتي راه غادي يقتلك، هذه خيتهاش كانت تقول لي قالت هذه الكلمه الخيت راه غادي يقتلك، كتقول لي انت راك خويا، انت راك عازل ليا واحد وانت راك خويا انت، حتى من السير كنصيروا لدارهم، ولا السلام راهم عارفين اللي قالوا لك السيد راه ما مزيانش، فهمتيني؟ انا باقي فلوس دايزه بيني وبينهم اللي كيقول لك السيد راه ما كاش على المسؤوليه، اللي دخلت على القادو قالت راه ما كاش على المسؤوليه، انا بغيت نعرف المسؤوليه واش ديال السير ولا ديال هذاك الفساد اللي فسدتي باش ولدتي، فهمتي؟ انا بغيت نعرفه، لا كان ديال السير تيدعوا لي الناس، كاين الخضار ولد عمي، كاين الحانوت ولد عمي، كاينين الناس الفلوس، كاين واش كانوا بحال في شي حاجه. لكن المسؤوليه ديال على حساب داك الشيء ديال الزواج وولدت مع واحد اخر الله اعلم، انا اليوم كنطالب بحقي، الا قالت ولادي جيت وقفت ندير ماشي دابا دابا كاش كتقول لهم تعال بغى يدير التحاليل يجي يدي ولادو يدير التحاليل، جيت وقف معايا في المحكمه، ملي كنت في المحكمه ملي كانت عندي في الدار 14 كلمه جات ليا، راه الجيران يسمعوا فيا اش كتقول لي، كتقول لي راه مرت خوك مرت خوك كتقتلهم باش يجي يدخل السم، شي 14 كلب وتقول لي راه مرت خوك هي اللي كدير لك الشهاده باش نتفرق انا وياك، راه مرت خوك ديما تلصق ليا في مرت خويا، اقسم لك بالله لهاد الهضره راني ما زيدتش عليها شي حاجه، واليوم راني كنطالب بحقي، كنطلب صاحب الجلاله، كنطلب صاحب الجلاله ياخذ لي حقي، كنطلب صاحب الجلاله ياخذ لي حقي، راني تكرفس وراني دابا اللي ما خاش لي حقي دابا انا معيط في الشانطي، انا غادي نعيط دابا في الشانطي. كي غادي انا قول باس الناس كيقول لي راه حسن راك باس باقي تخدم، علاش كنخدم باش ناخذ الحق ديالي. انا الا كانوا ما يعطيونيش حقي بلا ما نبقى نخدم بلا ما نبقى نعجي في راسي صافي، ما كانش يعطيوني حقي بلا ما نبقى نخدم بلا ما هذاك صافي، انا شردوني يعني علاش ما يتخاش لي حقي، ما هرب من حتى شي حاجه خويا. الله يصوب لك حسن. امين اخويا. هو كيتكلم بغيناه يخوي قلبو، يلا الله يحسن العوان، انسان غادي يبقى مزيار ويبقى هز في قلبو راه شي حاجه اللي ماشي سهله، وكنتمناو كذلك من النيابه العامه انها تاخذ الحق ديالو في اقرب وقت، فالله يصوب لي وحنا معاه ومازال غنتبعوا القصه ديالو حنا اللي علينا اخويا حسن، حنا ما غندوزوكش ما غندوزوكش، هادو جالي شفتي دابا راه غتبقى تشوفو الوقت اللي احتاجيتينا حنا معاك. قلت لهم قلت لهم انا باغي لا نفقه لا والو، انا باغي نمشي للحبس، انا باغي نمشي للحبس، اذا احنا عندنا لك انت والده معايا وخاصني ندير على الوليدات وانا خدام عليهم راجل ومغلوبين عاد انت مرأة. يعني باش يفهموا الناس حسن راه الحاجه اللي دابا مرضاه واللي باغي غير يعرفها ويرتاح هي دوك البلاد واش ولادو لا غير، شي هو انا نعرفهم الا كانوا ولادي تابعني باش محكم عليا القانون مرحبا، ولكن الا كانوا ماشي ولادي فرخصني حقي، فانا كنتمنوا ان شاء الله النيابه العامه تاخذ حقه في اقرب وقت. الرئيس عندنا وكيل عندنا الجندار، كاين مؤسسات ديال الدوله، كاين مؤسسات الدوله خصو يوقفوا معاه وما يدوزوش حسنه ديال القصه ديالو، كنتمنوا ان شاء الله انه يتخذ لها الحق ديالو في اقرب وقت.